انتم من انصار الاوفياء اللي تناصروا معنا، وعدناكم باللي نعطيكم الخبر من عين المكان. بعد ما التحذيرات فضت والاشياء يعني الايجابيه والسلبيه تناقش من طرف الطاقم الاداري والفني، اليوم يعني كان فوز مستحق. الكوتش جيرود خدا رايك من لعب الفريق ان شاء الله التنافسي. اليوم شفتوا مباراه يعني كانت ما نقولوش جميله، كان يعني تنافس قوي بين فريقين. ما تنساوش باللي تجننت راهو يلعب اكثر منا بين بالي الان، يعني باش كيما قلنا لكم نعطيكم ديما تتواصلوا معنا وتسقسيو معنا النائب الرئيس توفيق كفيفيه، راح يزيد يعطيكم توضيحات اكثر. توفيق خويا، بعد ما كل يعني الاشياء التقنيه والاشياء الاداريه كملتوهم، واش تقول يعني المناصرين وحنا مازلنا اسبوع المقابله الرسميه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حنا الشيء اللي اكدوا عليه هو انه اللي وعدنا به وفينا به بالنسبه للانصار. بالنسبه الى طرجي قال ما رغم انه شيء مازال كثير ينتظر فينا، اليوم المقابله راهو دعم معنوي للفريق، وحطينا النقاط على الحروف لانه بربي ان شاء الله هذا هو التشكيله، ومازلت في انتظار المفاجات اللي تكون ساره للطرجي من خلال تحضير المدرب. راهو قائم بالواجب نتاعو بما يتعلق بالمطلوب. درك احنا الاسبوع الجاي ان شاء الله راح نكون للانصار ونقولوا لهم ماذا بينا نكونوا في مستوى الحدث، في مستوى طرجي تكون ان شاء الله المعنويات باش يوقفوا مع الفريق كيما موالفين وكيما عاهدناهم. وشي يفرح اليوم الشيء اللي شفناه اليوم يعني يغني عن كل تعليق، هو انه حضورهم الكثيف والهتافات يعني خرجوا الاهازيج يعني اللي تسعى بالطرجي للرقي. وان شاء الله احنا ديما كيما نعبروا عليهم وعلى رواد الفيسبوك نتاعنا اللي دائما على صفحه الاسكادرون نوار، نقولوا لهم احنا ماناشنا رؤساء تاع طرجي، احنا رانا خدامين تاع طرجي، وان شاء الله نتمنى كلنا خدامين بالطرجي المناصر بالهتافات نتاعو بالانضباط نتاعو بالسلوك نتاعو، وان شاء الله مازال الخير لقدام، وان شاء الله اللي فيها الخير ان شاء الله احنا ديما مع الخير ومع الطرجي الى الامام. وشكرا وبارك الله فيكم. كان معنا النائب الاول سي توفيق كفيفيه. احنا وعداك ديما نعطيكم الخبر من عين المكان. نحن متواجدون بملعب علي عبده بعد نهايه المباراه، فوز مستحق للترجي. تواصلوا معنا ايها الاوفياء، ننقل لكم الخبر من عين المكان.